السلام عليكم. أدوات التحديث في برنامج كريتا. برنامج كريتا برنامج أوبن سورس مجاني بديل للفوتوشوب. طيب أدوات التحديث هيت، ممكن أعمل تحديث مثلا على شكل مستطيل أهوت. طيب بعد ما عملت موضوع التحديد ممكن أخد ده كوبي وأقول له بيست، فأعملها لي في لير جديدة. ممكن بعد كده أعمل موف وأروح حاططها مثلا بالشكل دوت، وبعد كده أبقى أظبط موضوع الألوان. طيب ممكن مثلا تلاقي أداة تحديد مثلا زي كده بالشكل الدائري، وأحدد مثلا اللير دي. ممكن تقول له مثلا عايز ألون بالفرشة، فهيلون لك في الجزء بس اللي جوه التحديد. أي حاجة بترسمها بره التحديد مش هتيجي معاك، هو بيتحكم لك في الحاجة اللي أنت هترسم فيها أو هتلون فيها. دي من ضمن المزايا بتاعت موضوع التحديد. ممكن تقول له أنا عايز أعمل تحديد مثلا بالأداة ديت. انا عندي هنا اكتر من اسلوب، ممكن اعمل مثلا كل مره هعمل تحديد هيعمل لي تحديد جديد. طيب ممكن اقول له لا، ده انا عايز مثلا الحاجات اللي فيها تقاطع، فالتحديد الجديد اهوت هيبدا ياخد الجزء المتقاطع. ممكن اقول له لا، انا عايزك تجمعهم لي تضيف، فيبدا يعمل لي الاثنين مع بعض وهكذا. فبيديني ادوات ان انا اتحكم اكتر في موضوع التحديد. ممكن اقول له لا، ده انا عايز اوتلاين سيلكشن تولز، وتبدا تحدد الحاجه اللي انت عايزها. ممكن اقول له لا، ده انا عايز احدد من خلال السيلكشن هيت، اتعلم على لون معين، هو يبدا ياخد لك كل حاجه اللي بنفس اللون. يعني ممكن اقول له لا، ده انا عايزها بالشكل دوت، اقول له مثلا عايز اللون الاصفر دوت، فيبدأ يعمل لي اللون الأصفر بس. تمام. طبعا درجة الدقة بتاعتها تقدر تتحكم في الدرجة بتاعتها، بدل مثلا ما هو بياخد ديت يبدأ ياخد اللون الأصفر اللي قريب منها. ممكن أقول لأ، ده أنا عايز أعمل سيميلر كولر سيلكشن، طيب ممكن أقول له أنا عايز هنا الأداة ديت بتاعت سيلكشن، هتبدأ ترسم الأشكال بالشكل دوت. تمام، ويبدأ يعمل لك عليها سيلكت. ممكن ترسم وتدوس قبل ما تفرد، فيبدأ يعملها لك بشكل كيرف بالشكل دوت، هيبدأ يعمل لك سيلكشن بالشكل ده. فأدوات التحديد بتساعدني وتسهل عليا موضوع أحدد إيه العناصر اللي أنا هشتغل عليها.